بصلوات صاحب الغبطة والقداسة أبينا الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف الأنبا رفائيل. نقدم لكم القداس الإلهي الغرغوري لجناب الأب الورع أبونا صدراك إبراهيم ملاك وراعي كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بالأولاني. سامحوني شلي صلاح وحده مما لم يكن كونت الإنسان وجعلته في فردوس النائم. وعندما سقط بهواية العدو ومخالفة وصيتك المقدسة وأردت أن تجدده وترده إلى رتبته استحالة تجسدت وتأنست وأشبهتنا في كل شيء ما خلا الخطيئة وحدها وصرت لنا وسيطا الحاجز المتوسط نقطعه والعداوة القديمة هدمتها وأصلحت الأرضين مع السمعين وجعلت الاثنين تدبير بالجسد. وعند صعودك إلى السماوات جسديا
إذ ملأت الكل بلاهوتك، قلت لتلاميذك رسلك القديسين: سلامي أعطيكم، سلامي أنا أترك لكم. هذا أيضا الآن أنعم به لنا يا سيدنا، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياح ومن كل شر ومن كل مكيدة ومن تذكار الشر الملبس. مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة طاهرة لنتناول بغير انتراح في الحكم من موهبتك غير الميت السمية. بنعمتك ومسرة أبيك الصالح وفعل روحك القدوس، لأنك أنت الرازق ومعطي جميع الخيرات. قبلوا بعضكم بعضا بخبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا. تقدموا على هذا الرأس، قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا، يا ربنا املانا بمغفرة.
مخلص الجميع.
غافر خطايانا، منقذ حياتنا من الفساد، مكللنا بالمراحم والرأفات. أنت الذي تسبحك الملائكة وتسجد لك رؤساء الملائكة، أنت الذي تباركك الرؤساء وتصرخ نحوك الأرباب، أنت الذي تنطق السلاطين بمجدك، أنت الذي ترسل لك الكراسي الكرامة ألوف ألوف وقوف قدامك، وربوات ربوات يقدمون لك الخير. يصنعون كلهم كلمتك يا سيدنا. أيها الجلوس خفوك، أيها الكائن السيد الرب الإله الحق من الإله الحق، الذي أظهر لنا نور الآب، الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقية، الذي أظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحق، ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في البشر، الذي أعطى الذين على الأرض تسبيح السرافيم. اقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع غير المرئين، احسبنا مع القوات السماوية. ولنكن نحن أيضا مع أولئك إذ قد طرحنا عنا كل أفكار الخواطر الشريرة، ونصرخ بما يرسل أولئك بأصوات لا تسكت وأفواه لا تفطر، ونبارك عظمتك. إلى شارق انظروا، أنت الشاروبيم والسرافيم، ستة أجنحة للواحد وستة أجنحة للآخر، فبجناحين يغطون وجوههم وباثنين يغطون أرجلهم، ويطيرون باثنين ويصرخون واحد قبالة واحد منهم، يرسلون تسبحة الغلبة والخلاص الذي لنا بصوت ممتلئ مجداً.
أنت
الذي جبلتني ووضحت يدك علي وكتبت فيها صورة سلطانك ووضحت فيها موهبة النطق وفتحت لي الفردوس لأتنعم وأعطيتني علم معرفتك أظهرت لي شجرة الحياة وعرفتني شوكة الموت غرس واحد أمرتني ألا أكل منه هذا الذي قلت لي لا تأكل منه وحده فأكلت بإرادتي وتركت عني ناموسك برأيي وتكاسلت عن وصاياك أنا اختطفت لي قاضية الماء سعيت في طلب الضال كأب حقيقي تعبت معي أنا الذي ساقط ربطتني بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة أنت الذي أرسلت لي الأنبياء من أجل أنا المريض أعطيتني الناموس عونان أنت الذي خدمت لي الخلاص لما خالفت ناموسك كنور حقيقي أشرقت للضل وغير آه.
الذبح مثل حملين حتى إلى الصليب أظهرت عظم اهتمامك بي قتلت خطيئتي بقبرك أصعدت بكورتي إلى السماء أظهرت لي إعلان مجيئك هذا الذي تأتي فيه لتدين الأحياء والأموات وتعطي كل واحد اصعد جسدك بخبز أسلمت فيها ذاتك بإرادتك وسلطانك واحدا أخذت خبزا على يديك الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوبويتين المحيي آمين. ونظرت
السماء إلى الله أبيك وسيد كل أحد وشكرت. آمين. قسمته وأعطيته لتلاميذك المكرمين القديسين ورسلك الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا جسدي الذي يقسم عنكم عن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. هذا صنعه لذكري. هذا هو بالحق قادرا. آمين. هكذا أخذت كأسا ومزجت من ثمرة الكرمة والماء وشكرت. لتلاميذك المكرمين القديسين ورسلك الأطهار قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن
على الأرض وموتك المحيي وقبرك ثلاثة أيام وقيامتك من الأموات وصعودك إلى السماوات وجلوسك عن يمين أبيك وظهورك الثاني الآتي من السماوات المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدون الحمال كلماتي أنت يا سيدنا بصوتك وحدك حول هذين الموضوعين أنت الحال لمعنى هيئ لنا هذه الخدمة مملوءة سرا اغرس فينا ذكر خدمتك المقدسة أرسل علينا نعمة روحك القدوس لكي تطهر وتنقل هذه القرابين الموضوعة إلى جسد ودم خلاصنا مقدسا لك نؤمن وهذه الكاس أيضا دما كريما لعهدك الجديد أيضا خطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة يا رب ارحم وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا كيريا ليسون لينمو بالظلمان سهل لنا متزوجين كيريا ليسون رحمة للذين في التوبة صلاحا للأغنياء يا رب ارحم وداعية للفضلاء معونة للمساكين كي
الكل نحسبنا في وحدانية قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا ومراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي الأرثوذكسي. يا رب ارحم هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك. احفظ بسلام كل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. وأول اذكر يا رب أبانا الطوبة ومكرم رئيس الأساقفة بطريركنا الأنبا شينود السارس وأخوي في الخدمة الرسولية ماري أغنطس الزكا واصل أول بطريرك انطاكيا وأبونا أنبا أنطونيوس الأول بطريرك إريتريا وشريكهم في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم أنبا رافا. وأخوي في الخدمة الرسولية بين البطريرك الإنطاق ماري أغناطيوس الزكا واصل أول وبين أنبا أنطونيوس الأول بطريرك إريتريا وشريكه في الخدمة الرسولية بين الأسقف المكرم الأنبا رافائيل وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين. يا رب ارحم الذين فسرون معهم كلمة الحق باستقامة. أنا بما كنيستك المقدسة رون خطيئك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقسوس الأرثوذكسيين والشمامسة. صلوا من أجل أبائنا القمامسة وأبانا القسوس وأخواتنا الشمامسة والإبوذي أخنين وسبع طهمات كنيسة وطهارت كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أنت رحمنا كلنا ما الذي لك
وكل المواد وكل أديرة آبائنا الأرثوذكسية. صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر
مزاجا حاسنا للهوى. تفضل يا رب الزروع والعشب ونبات الحق في هذه السنة باركها. فرح وجه الأرض الأرواح أرسال تكسر أسمار وأعدى للزرع الحصاد. دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. يا رب ارحم. شفاء للمرضى، راحة للمعازير. يا المتضايقين اكفهم بالخيرات. يا رب ارحم. الساقطين اقمهم والقيام ثبتهم. كيريا ليسون. الراقدين ذكرهم والمعترفين اقبل إلى خدمتك ونحن غير مستحقين. اقبلنا إلى قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم. أعطهم كلهم الأجر السماء.
المقدسة الكريمة وتقدمتنا والذين قدموا يا رب Nembe
شمت شمت بصوتي خليك يا نمبش تابل تي قسطنطينو بوليس نمبس نفشين تافاسوس نمبنوتا دي كويس بنش تاب انطونيوس نمبس ميا بابا فيلي نمبش انتس وبابا مكان شوي باسمي برومنتانيوس بمن ريت انت بن سوتيرن آواسوس وابرام بابولا التمو يحسكي التنيدا وسيدي لبوين قديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة الأربعين شهيدا شيخ شهاد والقاوي القديس أنبامه ويحمس كما القس وبنام بدر ينقم صعبا صدور سرقس وابن عمبا بخم سحب الشركة وتدرس تلميذه وابن عمبا شينو دا رئيس المتوحدين وانباوي الشهيد العظيم فلوبا تير ماركوريوس والأمير تدرس والشهيد العظيم ماري من العاجيبي والقديس العم ببرسوم الأريان والقديس العم بارويس والقديس العم بصموئيل المعترف ويسطس وابولو تلميذا والقديس العنبا سراب من الاسقف وبصاد واللينيكوس والقديس العنبا ابراهام اسقف الفيوم الاول قنص ميخائيل بحيرة الميزو والقديس البابا بكير صافق القديسيك هؤلاء الذين بسؤالات وطلبات ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس الذي أسمى بنا البطارق القديسين الذين رقدوا
حسست نفوسهم ليحهم في فردوس النعيم، في كورة الأحياء إلى الأبد، في أورشليم السبعية، في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم. احفظنا في إيمانك ونم لنا بسلامك إلى يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك، ما يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام لجميعكم. ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع يدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وإسعاد أسراره الإلهية Yeah.
نفسنا من الهلاك الأبدي. ولما كان الموت في طريق خلاصنا اشتهى أن يجوز فيه حبا بينا، وهكذا ارتفع على الصليب ليحمل عقاب خطايانا. وهو الذي تألم، نحن الذين صرنا مديونين للعدل الإلهي بذنوبنا، وهو الذي دفع الديون عنا، لأجلنا فضل التألم على التنعم، والشقاء على الراحة، والهوان على المجد، والصليب على العرش الذي يحمله ليحلنا من رباطات خطايانا، وتواضع ليرفعنا، وجاع ليشبعنا، وعطش ليروينا، وصعد إلى الصليب عريانا ليكسونا بثوب بره، وفتح جنبه بالحرب لكي ندخل إليه ونسكن في عرش نعمته، ولكي يسيل الدم من جسده لنغتسل من آثامنا، وأخيرا مات ودفن في القبر ليقيمنا من موت الخطية ويحيينا. أنا الذي أحزنت قلبك بسروري بملاذ الدنيا الباطلة، وما هذه الطريق المؤدية للموت التي أنت سائر فيها يا إلهي ومخلصي؟ أي شيء تحمل على منكبيك؟ هو صليب العار الذي حملته وضن عني. ما هذا أيها الفادي؟ ما الذي جعلك ترضى بذلك؟ أيها العظيم، أيذل الممجد، أيوضع المرتفع، يا آل عظم حبك، نعم هو حبك العظيم الذي جعلك تقبل احتمال كل ذلك العذاب من أجلي. ارحمني.
أشكرك يا إلهي وتشكرك عني ملائكتك وخليقتك جميعا لأني عاجز عن القيام بحمدك كما يستحق حبك. فهل رأينا حبا أعظم من هذا؟ فاحزني يا نفسي على خطاياك التي سببت لفاديك الحنون هذه الآلام. أرسمي جرحه أمامك واحتمي فيه عندما يهيج عليك. ودمك حياتي ومحبتك فخري. ثبتني فيك غصنا حيا أيها الكرمة الحقيقية. وحينما أتقدم لتناول أسرارك اجعلني مستحقا لذلك ومؤهلا للاتحاد بك لكي أناديك أيها الآب السماوي بنغمة البنين قائلا: أبانا الذي في السماوات. ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. بكريستوس.
أذكر يا رب ضعفي أنا أيضا، واغفر لي خطايا كثيرة، وحيث كسر الاسم فلتكسر هناك نعمتك. ومن أجل خطايا خاصة ونجسات قلبي لا تمنع شعبك نعمة روحك القدوس، حالنا وحال كل شعبك من كل خطية. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدسة الجامعة الرسولية. اذكر يا رب أبينا البطريرك البابا الأنبا شنودة الثالث وشريك الخدمة الرسولية أبينا الأسقف الأنبا رافائيل. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها مستحقان وما روحك ننصد بخوف الله. امين امين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. تاجاتيس اجيس ابلوغيتوس او كيريوس ايسوس اجياسموس ابنهما Ah.
الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لإبنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذ من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وجعل واحدا مع لاهوته غير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس الملقي وأسلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحدة عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوت لم يفارقنا صوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يؤتى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناهى أن هذا هو بالحقيقة